بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة الى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس جمهورية ايران الاسلامية عرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفزنجاني سائلا سموه الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم فخامته والشعب الإيراني وأبناء الراحل ودويه جميل الصبر وحسن العزاء